ومعنا هاتفيا من اسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة النوحي. مرحبا بك دكتور أسامة. بداية صواريخ وغارات للنظام على الغوطة وقصف على إدلب بالمدفعية والبراميل المتفجرة، ما تفسيرك لشراسة النظام في الآونة الأخيرة في ظل حديث عن حراك سياسي يبدأ بلجنة دستورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لابد أن نشير إلى أن هناك مصطلح اسمه السياسة الهجينة، يعني على أساس أنه بوتين وفريق الكريملين يعني قد برع في هذه السياسة وطبقها في القرم وأوكرانيا، أنه الضغط العسكري مع الطرح السياسي المناسب. وروج يعني كثيرون لبوتين في تلك الأيام، وهو يطبقها في سوريا، ولكن طبقها بطريقة غريبة وعجيبة. يعني قالوا بعد رفض الهيئة العليا للتفاوض الحضور في سوتشي، يعني فجأة أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية قال يبدو أن هناك يعني أعداد كبيرة في إدلب يجب أن تضرب حتى تكون يعني العملية السياسية أقرب وتكون فعلا مجدية، وهو يشير إشارة واضحة. لا يوجد شيء يعني تحت الغطاء، كل شيء انكشف. يقولون لابد أن نؤدب من يرفض أن يذعن وأن يستسلم، ومعيار ذلك بقاء بشار الأسد، يعني أن يقبل ببقاء بشار الأسد. من يرفض ذلك سنعاقبه عسكريا، والعقاب لا يكون للمقاتلين. أنا أقول لك بوضوح للمدنيين، هم يعلمون أن هذه ثورة شعب، والضغط على الأطفال والنساء والقصف الذي ترونه هو السياسة الوحيدة التي يضغطون بها على الأرض. وسط هذه الغطرسة بالغارات الجوية وكذلك لم تصل أي مساعدات المحاصرين في غضون شهرين ماضيين وفق تصريحات للأمم المتحدة، كيف تجد موقف الدول الراعية لاتفاق خفض التصعيد في ظل هذه الأوضاع؟ والله أقول لك أمر مهم للغاية. إذا وفقنا ما يحدث في هذه السنوات الماضية السبع سنين وهذه السنة والسنوات التي يعني تأتي، فستكون هناك فترة من العار الإنساني غير مسبوق. هذا العار غير مسبوق، وهذه الفترة ستسجل في التاريخ إذا وثقت جيدا كأحلك فترة يعني يعاني منها كل العالم. لأنه يعني كل الدول التي تدعي أنها راعية وصديقة للشعب السوري كلها متآمرة إما بالسكوت أو بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة منها للجم هذا المجرم هو ومن معه، لجم الروس. يجب أن نقول الروس اليوم، لا نقول النظام يقصف. الروس يديرون كل شيء عسكري على الأرض، ويديرون حتى السياسة الخارجية السورية، وهذا معلوم لديكم. لذلك هذا الإجرام مع سكوت لكل الدول الأوروبية وأمريكا وهذا النفاق الغربي يجعل من الأمر بالكلية هو صب وعار على الإنسانية. أن استخدمت كل الوسائل اللاإنسانية من تجويع وحصار دكتور أسامة وقصف بالجملة وقتل بالجملة، والعالم يسكت. إذا كانت الأوضاع هكذا، كيف يمكن المعارضة أن تفرض كلمتها على مفاوض النظام، كذلك الدول الراعية التي تنصرت من واجباتها؟ يعني نحن أمام أمر واحد فقط. لذلك المماطلة أيضا مسؤول عنها المعارضة. بقاء بشار الأسد هو المحور الوحيد يجب أن يزول، وهو معيار نجاح الثورة ومعيار مستقبل سوريا الذي يمكن أن نتفائل به. معيار وحيد مغادرة بشار الأسد فورا لسوريا، مغادرة بشار الأسد كشخص نقطة انتهى. لذلك كل من يلف ويدور من الدول التي تدعي أنها راعية والأمم المتحدة وديمستورا وفريق ديمستورا كلهم يلفون ويدورون حول المحور ولا يدخلون فيه ولا يريدون زوال بشار الأسد. وبالتالي لا بد من الاستمرار، استمرار حتى مع هذه التضحيات التي ترونها حتى يزول بشار الأسد. زوال بشار الأسد ليس لا قضية خط أحمر ولا شيء، هو الثورة السورية بأكملها. نعم، شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول رئيس الهيئة السورية للإنقاذ دكتور أسامة الملوحي.